إذا من جديد نحييكم وعسى الله يحفظ لنا الكويت ويديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا الغالي. من ضحاوي نرجع نرحب بكل من انضم لمتابعتنا اليوم عبر شاشة تلفزيون الكويت، وأقول لكم بأن اليوم أمامي ضيوف راح نتكلم معهم عن مشروعين، المشروع الأول بعنوان تقييم المناقص والمشروع الآخر بعنوان حقن الآبار. اسم هالمشروع غريب يمكن شوية، وبعض الناس يتساءلون شلون بير نفط ونحقنه، هالتساؤل بيخطر على بال كل شخص ممكن قاعد يتابعنا الحين. بس المشروع يعني حقن البخار داخل الآبار علشان تقل لزوجة النفط الثقيل وتسهل عملية استخراجه. وعلشان نفهم أكثر أداء هذا المشروع نستضيف من شركة نفط الكويت كل من المهندس عبد العزيز نجف. يا هلا ومرحبا فيك ويانا عبر شاشة تلفزيون الكويت، وأكيد نرحب بالمهندسة زهرة الصراف. يا هلا ومرحبا فيك ويانا في شاشة تلفزيون الكويت. أنا أدري إني ما ضيفتكم لين الحين، ما بداني أضيفكم شيء. عادة شو تحبون تشربون، مشروبات ساخنة ولا باردة؟ لا لا أيام فاهمين. زهرة شكرا. أنتوا لأن مرتبكين الحين فعلى الهواء ما تبون تشربون شيء. على كل حال إحنا في البداية نبي نتكلم عن مشروع تتبع حقن الآبار ونبي نفهم فكرته مهندس عبد العزيز. ممتاز، الله يعطيكم العافية. أول شيء بالنسبة حق الضيافة، إحنا تو جايين من مؤسسة البترول. أوكي. السيد نزار عدساني رئيس مؤسسة البترول يعني كان مستقبلنا اليوم تكريم بمناسبة الفوز بالجائزتين هذين. قبل لا ندش عبد الرحمن الموضوع، موضوع الجائزة بنقول لك عنه. سنويا التقدم العلمي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تسوي مسابقة سنوية على مستوى الكويت كلها، قطاع حكومي قطاع خاص، أفراد يشاركون فيه في كذا فئة، فئة الحكومة الإلكترونية، فئة العلوم الإلكترونية، فئة يعني في كذا فئة. احنا هالسنة فزنا بمشروعين، فزنا بجائزتين. مشروع حقن البخار فاز بالجائزة العلوم الإلكترونية، ونموذج التقييم المناقص فاز بالحكومة الإلكترونية، ففزنا بجائزتين. جائزتين ما شاء الله، حلو. هالسنة هذه. فبالنسبة حق موضوع تقييم، اول شيء حقن البخار قلنا استراتيجية شركة نفط الكويت سنة 2018 لازم دولة الكويت تنتج 60,000 برميل من النفط الثقيل. مثل ما قلت لك أنا قبل لاندش، النفط الثقيل نفط ثقيل ما يطلع يعني من نفسه، اللزوجة مالته عالية عالية. علشان كذي محتاجين نسخنه، لما نسخن النفط فممكن يصير سائل أسهل في عمليات الإنتاج. البخار ما يضر النفط صح؟ البخار ما يضر النفط، بالعكس البخار قاعد يساعدنا في حتى في تحسين عمليات الإنتاج. أوه شيء وايد حلو. فبلشنا سنة 2010 مشروع تجريبي، الهدف منه جني المعلومات والتحليل، تحليل البيانات الفنية والاقتصادية على سان المشروع الكبير اللي هو 60,000 برميل سنة 2018. واو. فمن كذي كانت الفكرة. يعني احنا قراب عموما حق 2018 باقي سنتين تقريبا. عموما عندك شريك في هذا المشروع اللي هو حقن الآبار، وايضا عندك شريك اخر في تقييم المناقص. أكيد. المهندس يوسف الخالدي نوجه له تحيه، كان يفترض يكون معنا اليوم بس للاسف ان شاء الله نرجع ونلتقي في لقاءات اخرى. زهره ابي اتكلم عن يعني حقن الآبار. بداية نشرح لنا المهندس عبد العزيز نبذة بسيطة عن هذا المشروع، بس أبي أتكلم عن طريقة عمله بالتفصيل. مثل ما قال المهندس عزيز، هو المشروع تجريبي فيحتاج أن نراقبه مراقبة لحظية. كان عندنا 6 آبار، وهالعدد 6 آبار تشوفه شوية بس صح. بالنسبة حق الديتا اللي كل يوم نحصلها تقريبا كل ساعة توصلنا كذا ديتا كذا معلومات. تخيل كمية المعلومات اللي توصل لنا كل ساعة. فاحنا حاولنا ان نطور يعني عشان نفهم المشروع احسن. طورنا او سوينا هالبروجكت هالمشروع السيستم اللي هو ستيم انجكشن تراكن سيستم. اوكي. عشان نفهم طريقة الريزرفار نفسه يعني. أوكي. شلون يعني ايش كثر كم كميه البخار المفروض ان
نضخها وكمية البخار اللي أنتم مفروض تحقنونها في الآبار. شيء حلو اهتمامكم يعني في هذا الجانب، خاصة بالحديث عن بلد مصدر للنفط مثل الكويت، يعني يهتم ويعتمد اعتماد كلي على النفط كمصدر يعني للاقتصاد. بس بروح وأخذك مهندس عبد العزيز إلى مشروع تقييم المناقص. فكرة غريبة وجديدة، يعني الآن المناقصات حسب ما فهمت ما راح تمر على التقييم الورقي، وإنما تقييم إلكتروني راح تقلل تكاليف وايد بالملايين. نبي نتعرف على التفاصيل. صحيح، ممتاز عبد الرحمن. فكرة المشروع هذا يعني مميزة، يعني صار لها 4 أو 5 سنوات. زين، الفكرة بشكل عام بالإضافة إلى أنها إلكترونية، بالإضافة أنها تقلل تكلفة الأوراق مع الأوراق، بس مو هذا الهدف الأساسي. الهدف الأساسي بشكل عام هذا السيستم ينطبق على نوع من أنواع المناقصات يسمونه نيغوشيبل تندر، اللي هو المناقصة اللي أقدر أتفاوض مع المقاول، مثل يعطيني سعر أقدر أناقشه أقول له نزل بهالمقدار ونزل. لكن في مناقصات لا، بس خلاص يعطيني سعر ولازم أرسي يعني ستاندرد وأرسي على أرخص واحد. أوكي. الفكرة عبد الرحمن شنو قلنا؟ قلنا ليش إحنا دائما بالكي أو سي وبدولة الكويت قاعد نرسي على أقل سعر؟ الأرخص هو اللي يفوز، ميتينج ذا ريكويرمنت يطابق تكنيكالي أرخص سعر. نعتقد يعني بشكل عام، إذا صح التعبير، ليش أروح مع أرخص سعر؟ ليش ما أروح مع أفضل سعر؟ فقلنا خل نروح مع الأوبتيمم برايس اللي هو السعر الأمثل وليس السعر الأرخص. أرخص. في دول حوالينا وبالوطن العربي ما يرسون على أرخص واحد ولا أعلى واحد، أعلى واحد ما يقبلونه، أقل واحد ما يقبلونه، اللي بالنص يناقشونهم. فإحنا قلنا ما نبي نروح مع أقل واحد، بنروح مع السعر الأفضل. عبد الرحمن باختصار، أرخص سعر مثل إذا كانت مناقصة مبنى على سبيل المثال، راح يعطيني مبنى مربع، ما راح يعطيني مبنى في شكل جمالي ولا مثلث ولا مدور ولا هذا. وممكن تكون الأدوات المستخدمة كونها رخيصة، فممكن إن هي مع مرور الزمن تتآكل. مثلاً بالضبط، يعني مثل هذا العمر الافتراضي للمبنى أو للمنتج أو يعني إحنا بالقطاع النفطي، بس على أساس نقرب الصورة نقول مبنى ولا تلفون أو أي كان. إحنا نكون يعني في القطاع النفطي قاعد نتكلم عن أدوات استخدام. نعم على معدات، على بمبات، على يعني معدات الحفر ومعدات الإنتاج. فقلنا نروح مع السعر الأمثل وليس السعر الأرخص. عبد الرحمن تخيل بأول تطبيق في أول 3 مناقصات طبقنا هذا السيستم، قاعد أقول لك نروح مع السعر الأمثل وليس الأرخص، وفرنا على الشركة وعلى دولة الكويت 175 مليون دولار. واو. في 3 مناقصات فقط، زين، في أول تطبيق حقه، والحين احنا في صدد ان نسجلها براءة اختراع اساس تكون باسم شركة نفط الكويت. واو، شيء وايد حلو جميل. بعد شوي راح ارجع اسالك عن المشاكل اللي واجهتوها في هذا المشروع، اكيد يعني كل مشروع كان له مشاكل، بس احنا بنروح حق زهرة. يعني زهرة انا احس ان النفط يعتبر شغف للاشخاص اللي يشتغلون فيه. ايش كثر حاسة انت بمتعة في عملك؟ يعني وايد وايد أحب دوامي، وايد أحب يعني من أول ما توظفت وأنا حابة يعني شغلي. يعني أنتي تخرجتي من جامعة الكويت، هندسة بترول. إيه. أوكي، ليش اخترتي هالتخصص؟ أول شيء ما كنت هندسة بترول. أوكي. كنت هندسة ميكانيكية وخذيت مادة مشتركة تعتبر اختياري، مادة أساسيات بترول لغير البترول. أوكي، لغير طلبة المتخصصين. أيوة. في البترول. أوكي. وعقب ما خذيت المادة حبيت يعني حبيتها. أعتقد هذه كانت السهلة، الفخ اللي يأخذونكم فيه حق هندسة البترول. صح، بس حبيت إنه يعني أنا قاعدة أتعامل مع شيء وقاعدة أدرس شيء ما قاعدة أشوفه. فما أدري، حبيت يعني. شلون جتكم الفكرة أو شلون جتكم فكرة حقن الآبار؟ يعني كنتوا مع بعض في مكان وجتكم هالفكرة مثلاً في أثناء العمل، ولا شلون جتكم؟ من أول ما توظفت. قبل هذا بس عبد الرحمن، زهرة ترى تداوم بالحقول نفسها. أوكي. بالفيلد يعني. واو. اي نعم، اللي تلبس بلاسوت وعلى البير نفسه وبالحار. لحظة خلينا دام كذي احنا نوقف الحوار ونسأل عن تفاصيل مهمة. ايش كثر شغلتك صعبة زهرة؟ وايد والله صعبة، بس يعني اذا الشخص يحب الوظيفة ويحب المكان اللي يعني قاعد يشتغل فيه ويحب الناس اللي حوالينا راح تكون سهله وراح تكون في تقبل من الاهل حق هالشيء وكذي. وفي تشجيع. والزملاء شلون؟
يشجعون؟ اي في منهم اي في منهم اللي يشجع وفي منهم لا اللي عبد العزيز ايش رايك في دور المراه في واقتحامها عالم النفط والتنقيب عن النفط وغيرها من التفاصيل؟ ممتاز. عبد الرحمن احنا بس بقول لك بشركه نفط الكويت في مجموعه معاينه الابار زين بالذات يعني كمجموعه فيها كذا فريق خمس فرق وكل فريق فيه تيم ليدر. احنا بنوعد عبد الرحمن في ارقام جدا مهمه احب اني اذكرها. 97% من الموظفين الكويتيين ما شاء الله زين فنسبه الكويتيين عالي. المودلز والسيستمز اللي فازوا بجوائز صناعه مهندسين كويتيين فكره وتنفيذ فهم بنفسهم اللي قاعد يشتغلون ويبرمجون وهذا ما كنا عندنا اوت سورسز مثل الناس عيناهم يوظفون هاي الشغله. اللطيف نسبة البنات اللي عندنا احنا طبيعة عملنا بالحقول 24 hours بالليل يدقون عليهم عندهم سياراتهم يطلعون بالحقول درجة حرارة 55 يطلعون. نسبة العنصر النسائي عندنا 30-40% بالمجموعة ما شاء الله. يعني صراحة احنا بهالصدد يعني زميلات في زميلات زهرة انت مو بروحك؟ لا لا الحمد لله اوكي زين عبد الرحمن فيعني اعتقد هذا الدور يعني مدير مجموعة لابار سعيد الشاهين صراحة وفر البيئة المناسبة. يعني بالمؤسسة عندنا قيم لازم نتبعها مثل المثابرة الالتزام. أبو محمد كان يركز على سعيد شاهين يركز على التحفيز. التحفيز اللي هو شنو؟ توفير المناخ والبيئة المناسبة لإبداع. لما تشوف المهندسين وعندنا أكثر من كذي بعد مو بس التو سيستم إن قدرنا نقدمهم. بقول لك يا عبد الرحمن المهندس الكويتي مبدع صراحة. في طاقات صراحة بس متى ما تهيئت له الظروف والفرصة أحد يحتضنا صدقني راح يبدع. ويعني هالسيستم هذيل شاركنا فيهم يعني كذا مسابقة خارجية مو بس على مستوى الكويت ويعني حصلوا على جوائز. هذه حقيقة يعني الكويتيين شبابنا المبدعين وين ما يكونون يكونون خلاقين ومبدعين وهذه يعني تحية من القلب لكل شخص أو مسؤول في هذا البلد يأخذ بإيد الشباب ويصنع منهم مبدعين. كنا نتكلم عن المشكلات يعني بيكون يمكن هذا السؤال الأخير اللي نختم فيه لقائنا وياكم اليوم. شنو المشكلات اللي واجهتكم في مجال هالمشروعين سواء تقييم المناقص أو مشروع حقن الآبار؟ نعم تقييم المناقص عبد الرحمن شلون تقنع اللجان الكي او سي والكي بي سي والسي يعني لجان المناقصات شلون تقنعهم ان انا ما رايح على ارخص واحد بروح على السعر الامثل وليس السعر الارخص. هذه كانت اصعب شيء يعني شلون نقنعهم ونقول لهم يا جماعه بنروح مع هذه الطريقه لان فيها شفافيه اكثر فيها توفير اموال اكثر. هذا اكثر شيء واجهنا صراحه بنموذج كونسبت جديد فكره جديده قاعد نحاول نسوق لها. عاده الانسان عدو ما يجهل فبس يشوفون مشروع جديد ممكن يعني يوقفون او يتحفظون عليه. صحيح. زهره شنو ابرز المشاكل اللي واجهتكم في حقن الابار؟ قلت لك اول شيء على سالفه ان احنا كانت توصل لنا كذا ديتا اوكي ولما نبنى كذا احصائيه تقصدين ايوه اوكي واذا كنا نبي نرسم او يعني نسوي تشارت ولا شيء ان ما نقدر من كثر ما ان كميه المعلومات اللي عندنا وايد اوكي بس ما سوينا السيستم الحمد لله يعني وايد سهل لنا وايد اشياء وقمنا نقارن بين بير وبير مو بس بالانتاج من ناحيه الايكونومي بعد اي الاقتصاد ايوه أوكي. فالحمد لله يعني وايد سهل لنا وايد اشياء. عموما ان شاء الله تكونون استمتعتوا معي بهذا اللقاء. الله يسلمك. وانا كنت وايد سعيد وياكم في حوار ممتع. يمكن ما عندي هالمعلومات الكبيره عن مجال النفط لكن اليوم انتم اضفتوا حق قائمه معلوماتي الشيء الكثير. بشكركم على وجودكم وياي بس احنا لازم نضيفكم الحين نروح هناك. عبد الرحمن بس كلمه شكر. تفضل. زين اول شيء نشكر سمو الامير اللي احتضن هذا المشروع وهذه الفكره في المسابقه هذه كانت صراحه حافز حقنا وتكريمه كان الشهر اللي فات يعني لا اصداء جيده. ابو فجحان نزار عدساني اليوم جايين التكريم. جمال جعفر رئيس شركه رئيس تنفيذي شركه نفط الكويت هم من يعني يهتم بالجائزه وكرمنا على مستوى النطاق. ما انسى اشكر زملائي اللي كانوا وياي مشروع تقييم المناقص خالد العلي يوسف الخالدي وفي مهندستين يمكن احنا نسيناهم حتى يعني بسبب الظروف انه ما نقدر نحط اسامي كثيره. فاطمه العجيل وعندنا دعاء الادريس هم المهندسات الصغار اللي دفعت زهره هم من ساعدونا كثير. وبالنسبه حق موضوع الستيم عندنا عبد الله طه نشكره وعندنا مهندس خضر الطرابلسي هم من
نشكرهم الشكر الكثير. يعني أنا بقتنص الفرصة مثل ما أنت شكرت أشخاص، يعني أيضا أنا أكرر شكري وامتناني لسيدي حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظ الله ورعه على كل ما يقوم به من جهد وأمور يشكر عليها سموه. أيضا يعني حكومة الكويت اللي ما قاعدة تقصر مع شبابنا في كل المجالات، سواء يعني المجالات اللي لها علاقة بالرياضة والإعلام والاقتصاد والفن وغيرها من المجالات، وتحديدا معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، تحية من القلب لهذا الإنسان الداعم الأول للشباب. شكرا أبو صباح، والحين لازم نشارككم شيء، حياكم. احنا عموما بنتوقف معاكم مع فاصل صغير، من بعد راجعين في ضحاوي، يلا نشرب.